بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة التاسعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام مستمعي إذاعة نداء الإسلام إلى هذا الدرس والمجلس التاسع من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل فيه بالشرح والتعليق والبيان معالي شيخنا الوالد الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. أهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. نستأذنكم في البدء في تلاوة بقية كتاب السواك الإمام محمد عبد الوهاب، إذ قال: وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب، وفي حديث: أحفو الشوارب، يعني لا تتركوها تطول كلها سبالات، وإنما تحفى أو تجز، لا تحلق حلق، لأن هذا تشويه للوجه إذا حلقت، لا تحلق ولا تترك تطول طولا فاحشا، وإنما تجز وتهان، كما في الحديث: أهينوا أو جزوا أو أحفوا، فإنها تؤخذ وتتعاهد الشوارب. أما اللحية فإنها تعفى ولا يتعرض لها بشيء. نعم. وأرخ اللحى خالف المجوس. وخالف المجوس، لأن المجوس يحلقون لحاهم ويطيلون شواربهم. نعم. فهذا فيه مخالفة الكفار والمشركين. نعم. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه، وإنما يفعله للنسك، إنما يفعله للنسك، وهو اجتهاد منه رضي الله عنه. وأما غيره من الصحابة ما كانوا يعملون هذا. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا في ترك الشيب وعدم نتفه، لأنه نور المسلم كما في الحديث، وأنه فيه فضل من شاب في الإسلام، له فضل في ذلك، لأنه يعني أمضى فترة طويلة في الإسلام حتى شاب في الإسلام، يكون له فضل في ذلك والحمد لله. وإذا غير الشيب لا بأس، يعني يغير بغير السواد، يغير بلون من الألوان غير السواد، قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوا السواد، فيغير بالصفرة، يغير بأي لون من الألوان الجميلة من دون السواد. نعم. وعن جابر قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه رأسه ثغامة،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. نعم، هذا فيه أن والد أبي بكر الصديق أنه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان كبرت سنه ورأسه كالثغامة بياضا، فأمر صلى الله عليه وسلم بتغييره وتجنيبه السواد، بأن يغير بغير السواد من الألوان، ودل على مشروعية تغيير الشيب. نعم، أحسن الله إليكم. الجمع بين الحديث السابق وهذا الحديث أنه نور المسلم وبين جواز أو مشروعية التغيير، ما في تنافي بين ذلك، أنه أن شعره يبقى لكن يغير لونه فقط، وأما الشعر فهو يبقى ما يزال الشيب. نعم، أحسن الله إليك. وإذا غير يعرف أنه شيب، إذا غير بغير السواد يعرف بأنه شيب. نعم، أحسن الله إليكم. وعن ابن سيرين قال: سئل أنس عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن شابا كثيرا، وإنما فيه يعني بعض الشيب عليه الصلاة والسلام في لحيته، أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقد شابا، وكان يغيران بالكتم، وهو لون غير الأسود الخالص. الكتم لون غير الأسود الخالص، فيه سواد لكنه غير أسود خالص. والحناء هو يجعله أحمر، يجعل الشيب أحمر. نعم. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلنا على أم سلمة فأخرجت لنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم. نعم، الشيبات التي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم غيرها بالحناء أو بالكتم، وهو لون غير أسود خالص، غير أسود خالص، دل على تغيير الشيب. ودل هذا يعني الاحتفاظ بشعرات النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم المنفصلة من جسمه، منفصل من جسمه من ريق أو من شعر أو من عرق أو من ملابس مباشر جسمه يتبرك بها، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. يروج من بعض الغلاة في بعض البلدان وبلدان العالم الإسلامي ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من آثار وشعر ونحوه. هؤلاء يريدون اصطياد أموال الناس بهذه الدعاية، وما بقي شيء من يعني آثار الرسول إلى الآن من جسمه عليه الصلاة والسلام، ما بقي شيء من جسمه عليه الصلاة والسلام، لم يثبت هذا، وإنما هؤلاء متأكلون يريدون أن يلعبوا على عقول الناس وأن يأخذوا أموالهم. نعم، أحسن الله إليكم. وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. نعم، هذا فيه ما يغير به النبي صلى الله عليه وسلم شيبه، أنه يغيره بالورس، نوع من النبات طيب الرائحة، والزعفران وهو أيضا نبت نوع من أنواع الريحان. نعم. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. هذا من باب الاستحباب، يعني تغيير الشيب مخالفة لليهود، هذا من باب الاستحباب، بدليل أن بعض الصحابة أو كثيرا من الصحابة ما غيروا شيبهم، فدل على أن هذا الأمر
للاستحباب وليس للوجوب. نعم. وعن ابن عباس قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن هذا. قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: هذا أحسن من هذا. قال: فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله. نعم، أدل على أن الخضب بالصفرة أفضل الألوان، وأنه يليه الكتم، يليه يعني الزعفران، يليه الزعفران ويليه أيضا الكتم. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي رمثة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه. يعني شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، كان له لمة تملأ ما بين منكبيه، وكان يخضب بالحناء ونعم يخضب بالحناء والكتم، يخضب هذا الشعر بالحناء والكتم، يعني ما كان فيه من الشيب. نعم. وفي لفظ له ولأبي داود: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء. نعم، وهذا أيضا يدل على ما دل عليه ما قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب بالحناء. نعم. وعن عائشة: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. صلى الله عليه وسلم، يعني على قدر المنكبين، يعني تصل إلى المنكبين ولا تنزل عن المنكبين. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. هذا يبين ما سبق، أن شعره إلى منكبيه ولا ينزل عن المنكبين. نعم. وفي لفظ: كان شعره رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقيه. اي نعم، ليس بالجعد، كان مرجلا، رجلا يعني مرجلا، وليس بالسبط وهو الذي يترك ينبسط، ولا المجعد الذي يعمل له أشياء حتى يتجعد، وإنما يكون متوسطا. نعم. ولمسلم: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. نعم، من كان له شعر يعني في رأسه فليكرمه، بمعنى أنه لا يتركه يتوسخ ويكون له رائحة كريهة، بل تعهده بالغسل والتنظيف والتطييب. نعم. وعن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباء. الترجل ترجيل الشعر، إلا غباء يعني يوما بعد يوم، ما هو بكل يوم، لأن هذا فعل الناس المترفين. نعم. قال أحمد: معناه يكده يوما ويوما. وعن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: وما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. نعم، هذا هو القزع، تشبيها بقزع الغمام المتقطع في السماء، فلا يجوز حلق بعض الرأس وترك بعضه، إنما إما أن يحلق كلها ويترك كله. نعم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو ذروه كله. نعم، أما أن يحلق بعضه ويترك بعضه هذا منهي عنه، وهو القزع المنهي عنه. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج.
الاكتحال في العينين وهو سنة ودواء أيضا للعينين، ومن اكتحل فليوتر، يعني يجعل في كل عين ثلاثة، إما واحدة مرة واحدة وإما ثلاث مرات، نعم، ولا يكون مرتين، نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا الدرس والمجلس التاسع من سلسلة دروسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الشكر في ختام هذا الدرس لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان على هذا الشرح والتعليق والبيان، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا يزيد الهريش، يترككم في رعاية الله وحفظه، إلى الدرس القادم إن شاء الله. السلام.